السلام عليكم خاوتي لي ديزاد يوتيوبر لي ديزاد فيسبوكر خاوتي لي زالجيريان اون جينيرال. حبيت برك نهضر على الماتش تاع اليوم شويه. بون وجهه النظر تاعي اولا قبل كل شيء اول حاجه هي نوجه تحيه لخاوتي المغاربه خاصه ابي انجلترا وجلال هما اعز اصدقائي من فاس ومن تطوان، وتحيه للاخت يوشي والاخت خديجه وناس كازا. ربي يعزكم ان شاء الله. هادو كيما نقولوا تقريبا فاميله وحده والمغاربه اون جينيرال اينما كنتم حيثما وجدتم. اولا شغل دقيقه الصمت برك هي كانت قال لك وسمعنا في التلفزيون قال لك على ضحايا تسونامي وضحايا الكوارث الطبيعيه، يعني يستاهلوا على كل حال، ولكن احق بهذا الشيء انه جيراننا راهم يموتوا. توفوا الاخوه التونسيين، الاخوه المصاروه، الاخوه اليمنيين، الاردنيين، هذوك كل البحرين، سوريا، تما هذوك ثاني كيف اللي تكون دقيقه الصمت على جالهم ولا كانوا امور يذكروهم. هذا ما كان. ونهني الفريق الوطني على الفوز اللي حققه اليوم، ولا انه جا بضربه جزاء. تمنيت كان يكون في تكون في كره قدم تكون في، لانه كان الماتش سخون بزاف. وجينيرالمون في ديربي ما تسناش تشوف بالون ديربي لاكيوتين تهدر الصباط لاربيت ماشي كاع في بلاصتو شغل حمى الماتش الوري دو يحط يجبد شويه بطاقات باش يهدأ اللعب، لانه الجزائريين في راهم لاعبين في الملعب تاعهم سكي في كانوا شويه حماس، والمغاربه جاو باش يضربوا على الطروا بوان تاعهم يديهم كانوا يلعبوا بالصباط ريماركيتو كيما اللقطه تاع حاج عيسى هذيك. والحمد لله يعني فات الماتش كيما نقولوا بالفير بلاي، ما كانوش فيه مشاكل، كانت العفويه صح. ما شفناش بزاف لقطات، ما شفناش بزاف كره قدم، اكتشفنا دي جوار بزاف ليكيب ناسيونال اللي ما كناش عطاو لهم لا شونس ولعبوا صافي بليزير، كيما اللاعب رقم 5 مصطفى ولاعب القادر والله ما شفيت على اسمه، يعني ما شاء الله والله غير عجبني الحال صافي بليزير نشوف لاعب يلعب هكا شغل البالون دايرو في بالو علام وين يكون يروح يجيبو اي صافي بليزير. تحيه للاعبين من الغارديان حتى اللي كانوا مليحين في لي تريبين، تحيه للجنرال ما عندنا ما نقولو كان حماسي كان قريب من اللاعبين تاعو. تحيه للفريق المغربي تاني اللي جا ولعب بحماس لعب بقلب دار بزاف لقطات الحق ما كتبلوش ربي انه يلحق للشبكه. وش نقول لكم الحمد لله انه 3 نقاط قعدوا في الجزائر، لانه الفريق الوطني بامس حاجه لهم. وش نقول لهم هذا بالك بهاد 3 نقاط سييتوا انكم تروليو روحكم مع الجمهور الجزائري، لانه كان ينتظر منكم الفوز وعطيتوا له الفوز اليوم سكي في ان شاء الله تعاودوا لي العلاقات مع ليكيب ناسيونال. نصيحه للاخوه العنابيين ماذا بكم تتهلاو، لانه نعرفوكم من باب الجود والكرم تاعكم انكم تتهلاو في المناصرين تاع المغرب الاشقاء لانهم راهم في بلادهم. ماذا بيا نقول للمغاربه ما كانش تسمعوا الراديو تروطوار وراهم ضربوهم ولا، لانه ما كاين والو. الاخوه المغاربه راهم في بلادهم وهذا الشيء على بالهم بهم هما قبل ما نقولوا انا مشغول بلا مزيتي واش راني نهضر حاجه بالك ما عندهاش معنى. وان شاء الله في جوان نجوا نزوركم في المغرب، انا اصلا فاس عندي عائلتي فاس لازم نروح لفاس سو كيفي ربي يعزكم ان شاء الله رانا جايين نشوفكم في فاس. يبقى 3 بوان تاع فاس واش راح نقول لكم ان شاء الله يديوهم الجزائر، وإذا ما داوهمش الجزائر كل ميير كان قلتها في الفيديو اللي سبقت. هذا واش نقول لكم، كان معكم خوكم الجيريان زندا ان شاء الله كنت خفيف الظل عليكم كالعاده. تحيه لكاع لي فيسبوكر ميرسي بور لي ميساج اللي راكم تبعثوا فيهم لي كومونتير على الوصفه دانيال
اللي راهم في فيسبوك على بالهم، خالتي اليوتيوبر تاعك بارك الله فيكم، تحية لكاع الإخوة واللي يحبونا وربي يبارك فيكم، وتحية سيرتو للكاميرا مان بصباح ويشرلي سليم يا سليم ولا فاراي، ربي يبارك فيكم إن شاء الله، وتحية لمن أحببت هما على بالهم شكون بارك الله فيكم، السلام عليكم.